حضرتك مين بقى؟ ايه حكايه اللي اسمها صدفه دي؟ سويت اسمك صدفه عجيبه. يا البنت المعطوها دي وصلت لك؟ ايه هدفك في الحياه؟ ايه السؤال الصعب ده؟ بتشتغل مدرسه في مدرسه فرح. انا عمود فقري المدرسه. انا قلت لك ابعد عن الناس دي ولا لا؟ قرب من صدفه انا اللي هقفل. بحبك. وانت كنت بتقول ايه؟ I found my love. الراجل ده انا مش هسيبه في حاله. ايه رايك؟ تبقى بتضيع نفسك يا صدفه. هو انت بتهددين؟ انت عمرك ما رقصتي ولا ايه؟ انا عمري خدي احساس. فقير يسون ولا غني يخون يا حبيبتي. صدفة في رمضان على قناة مصر الأولى.